الأم وجودها حياة، دعوتها نجاة، أقدامها الجنة. كل عام وأنت بألف خير يا أم. في ذكرى يوم معركة الكرامة نقف تخليلاً لأمجاد البطولة وننحني احتراماً لشهدائنا الأبرار. وبهذه المناسبة تلقي عليكم الطالبة رهف أبو جاموس هذه الكلمة. معركة الكرامة. معركة الكرامة وقعت في 21 آذار عام 1968، حيث حاولت قوات الكيان الصهيوني احتلال نهر الأردن لأسباب تعتبرها إسرائيل استراتيجية، وقد عبرت النهر فعلاً من عدة محاور مع عمليات تجسير وتحت غطاء الجوي الكثيف. وتصدى لها الجيش الأردني على طول جبهة القتال من أقصى شمال الأردن إلى جنوب البحر الميت بقوة، وأدت المعركة إلى نصر كبير للأردن، حيث تمكن من كسر قاعدة أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر، فعاش الأردن حرا أبي إن شاء الله. مع السلامة. ودائما بالعلم نرتقي وبالأمل نعيش، ولا نقول وداعا بل إلى اللقاء القريب. لكم مني أطيب تحية، كانت معكم الطالبة آية الحسان من بإشراف المعلمة آية الأشهب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نلتقي بكم يا غرز الحب صباحا ومساء. فمع إشراقة فجر يوم جديد نلتقي لقاء الأحبة على جناحي شوق ومحبة. اللهم يا مجيب الدعوات أدعوك أن تفتح لنا أبواب الأمل، وأن تحببنا في العمل، وأن تجعل النجاح حليفنا. أما بعد، يسعدنا نحن طلاب الصف الخامس أن نقدم لكم البرنامج الإذاعي لهذا اليوم، خير ما نبدأ به آيات بينات من سورة الإسراء تتلوها علينا الطالبة تاليا القاسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يقول الهادي البشير: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمع الحديث الشريف والطالب إبراهيم لدويري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. الأم هي مدرسة، الأم جليلة وقديرة، الأم هي أقرب صديق وأغلى رفيق وسندك في وقت الشدة والضيق. الآن مع هذه الكلمة مع الطالبة جود أبو كامل. أمي هي كنز الحقيقي، هي جنة خلقها الله لأجلي. اللهم يا مديم النعم أدم علي نعمتك. لا يوجد لغة في هذا العالم يمكن أن تعبر عن حبك يا أمي، فأنت مثل النجوم التي تنير لي طريقي دوما. أمي هي عيني التي أرى بها الدنيا، هي قلبي الذي ينبض، هي أيامي الجميلة. لن أجد أوفى من قلب أمي أبدا، فقلبها الوحيد الذي ينسى نفسه ويتذكرني. الأم وجودها حياة، دعوتها نجاة.